يا أمر. إيه؟ عروستنا الحلوة قاعدة ليه على السرير ساكتة؟ عاملة مكسوفة وكده يعني. مكسوفة مننا؟ إحنا ما كناش قرايب وجيران وحبايب. بس؟ بس قرايب وحبايب بس؟ آه ومتجوزين. طب سيبنا عبر عن خجل المصطنع. لكن انت قفلت الباب بالمفتاح ليه؟ انت خايف اهرب منك ولا ايه؟ لا تهرب، لا بس عملته كده اجراء احترازي. خايف لتكوني مثلا زي زمان بتمشي وانت نايمه تنسي. يا شقي انت لسه فاكر؟ دي حاجه تتنسي يا عم. يعني انا فاكر اخر مره لما مشيتي وانت نايمه ورحت جبتك من على الدائري. ايه ده؟ ايه ده؟ لا 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 انت هتقلع الجلافطه قدامي. لا ما يصحش. هتعملي ايه لو قلعت الحزام؟ انا هفضل مغمضه كده على طول ولا ايه؟ ما تخلص بقى. خلاص اهو. ايه الرخامه دي؟ مين بيتصل دلوقتي ده؟ بيتصل. ايوه ايه؟ عادل ابنك. عادل. الو. ايوه يا عادل. ايوه يا حبيبي. ايه الرخامه دي يلا؟ حد يتصل دلوقتي؟ الله، انت مالك؟ بنعمل ايه ده؟ انت سائل قوي. اسكت، مالكش دعوه يا اخي. الله، دي حاجه بيني وبينها. ادينا اكلمه كلمتين في عضمه. ها رخم ده، رخم يا شيخ والله. امشي 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 بقى. ده انت رخم، ما انت اختك ومراتك. يا ساتر. ايوه يا اموره، احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول هجيب لك العشاء اللي عاملاه البت سناء. اما اجيبه لك. قوينا يا رب. مبروك يا بابا. الف مبروك يا عريس. يا عادل، في ايه الزيطه اللي عاملها لي دي؟ الله، جايين بنحتفل بيك مش عريس وعروسه. طب خلاص اسكتوا بقى. يلا فين يل. عروستي حماتي حبيبتي يا ماما. يا ماما. ماما. يا ماما. ايه العروسه؟ عروسه يا عروسه. عروسه يا عروسه. عروسه يا عروسه. عروسه يا عروسه. ازيك يا ماما؟ حبيبي. وحشني قوي حماتي، وحشني قوي، وسايبه فراغ كبير في البيت لدرجه ان انا حاسه ان انا عارفة اخد نفسي وسعيده. قولي لي قصري، بدل ما اروح نقضي شهر العسل عندكم. ماما تموت في الهزار. تقولي ماما تموت في ايه؟ اقول لك الهزار. لو اعرف يا ماما انك هتحلوي كده كنت جوزتهولك غصبا عنه من 3 4 6 شهور. ايه العشاء اللي انت عملتيه امبارح ده؟ ده عشاء وحش جدا، لا انا كلته ولا ابوكي كاله. ليه الاحراج ده بس يا ماما؟ ليه الاحراج ده؟ ده انا تعبت جدا عمال ما عملته. اسمعي بقول لك ايه، قبل ما تمشي باخديه معاكي. حاضر. ايه رايك في ده؟ اخده ده كمان معايا ولا اسيبهولك؟ لا لا ده حلو، ده حلو قوي قوي. ده اكيد حلو يا ماما، لان مش هي اللي عاملاه، احنا جايبينه دليفري. فرحانين. فرحانين قوي. عارف احلى حاجه ايه بقى؟ ايه؟ انك انت تاخد مراتك واختك وتمشوا من هنا دليفري. يلا يلا مش هجيب لكم. سعيد انا مش هوصيك على انعام. ها مش عايز اوصيك عليها. ماشي اوكي، اوعى تزعلها. اتفضل. يلا يلا يا جماعه. يا عريس يا عريس يا عريس يا عريس. ايه بس يا ماما؟ اقعد معاك واونسك. يلا يا بنت يلا. انت اقعد معاك واونسك. يلا يا جماعه احنا اتطردنا كده، احنا اتطردنا. يا عريس يا عريس يا عريس. اقعد انت يا بابا. اقعد انت. مع السلامه يا بابا. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. عارفه ده حاجه مش معقوله ابدا. يا عريس يا عريس يا عريس يا عريس يا عريس يا عريس. انا هزر ولا ايه؟ اهو بهزر يا دول. لا انا ما بحبش الهزار، انا المدير بتاعك وانت راجل شغال معايا هنا وخلاص. انسى حكايه ابن عمي دي. ما انا نظفت بقى هنا بقى دول. ايه بتبص على ايه؟ بتفهم حاجه انت في ده؟ ما دول بقى، انا بقى بصراحه زهقت بقى دول. انا بقى لي ساعتين كده وانت ممقع عينك في البتاع دي. بقول لك يا دول، هي الكلمات المتقطعه دي اللي انت لا بقى لما هتحلها بقى كده وتملى كل الفراغات السوداء يعني، هتبقى انت فزت ساعتها. الفراغات السوداء املاها؟ ما هي مليانه. وبعدين دي اسمها كلمات متقطعه،
مش متقطعه يا هبل. ياه امال ايه؟ طب دولا دخلني بقى في المتقطعه دي معاك يا ابني. دي مش هتعرف لان دي اساسا بتخلي الواحد مثلا مش بتدور على فوز ولا خساره ولا حاجه، لا اهم حاجه انك انت توسع المدارك ها ويبقى افقك منفتح. لا انا مش عايز اعمل اي حاجه، انا جسمي كده عاجبني. انت فهمتها؟ لا مالكش دعوه، سيبني بس اركز. طب انا هركز معاك يا دولا يا ابني. مش هتعرف يا ابني. طب اسالني. اتفضل. عكس نحيف. نحيف؟ كنيز. كنيز يا هبل، حاجه اسمها كنيز اللي هو كنز يا هبل. مش بقول لك مالكش دعوه انت يا ابني بالحكايه دي. كنيز. كنيز تمام. هو بيقول لك لاعب كره بالنادي الاهلي معتزل حديثا ويبدا بحرف السين. السين؟ حبيب الملايين طبعا وحبيبي محمد ابو تريك. بقول لك ايه بحرف السين؟ يبقى الصخره وائل جمعه. صخره. انت بقى اللي بتفهم اكتر مني بقى. علامه تعجب. اي كلام. لا هي دول هي. يعني دي هتتكتب ازاي؟ يا سلام. كده. صدق صح يا لا؟ عايز اطول. ازيكم يا اولاد. اهلا اهلا. ازيك يا ماما؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا ماما؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ثلاث اشهر كده ما تشوفكيش. اوعى اوعى. تعالي يا ماما اتفضلي. اتفضلي. قر بقى علينا، قر بقى علينا يا اخويا. اتفضلي يا عروسه. يا واد ما تكسبنيش. الفاكهه دي يا مرات عمي؟ ايوه فاكهه، بس مش هديك منها حاجه، ما تحطش ايدك. انا كنت بسال بس بجرب يعني. ايه يا ماما معقوله الفتره دي كلها ما نشوفكيش يا ماما؟ ايوه بقول لك ما تقرش يا واد. عادل انا عايزه 50 جنيه عشان اكمل الطلبات، وهبقى اعديها عليك او حنسى. يا سلام يا ماما، عينيا ليكي. ده ابسط حاجه يعني الابن يقدم لامه 50 جنيه يعني. تحب اجي كل يوم اطمنك؟ تاخدي 50؟ لا يا ماما انا هبقى اطمن عليك. انا يا ماما ما انا تليفونك معايا، انا ما مسحتوش من على الموبايل عندي والله. تشربي ايه؟ اشرب. اجيب لي كده حاجه على ذوقي. رمزي هات واحد كوكتيل لماما. لا يا دولا الكوكتيل ده ليه يعني؟ بقول لك روح هات كوكتيل لماما وانت مالكش دعوه. هجيب لي انا حاجه كوكتيل ماما. انت شلني، خدني في حنانك، خدني عن الغناء وابعدني. لا يا اختي ما ينفعش. ها شفت بقى غنى الرصيف عمل لك ايه؟ افادك بايه غنى الرصيف ده؟ افادني بايه؟ طلعوا نصابين فعلا، تربيه ارصفه وازقه وشوارع. عملوا ايه؟ اعطوني يا اخويا رقم صغنن قد كده. قالوا لي ايه؟ اتكلمي في الرقم ده وصوتش. بقيت اشحن وصوت، اشحن وصوت. وبعدين ايه اللي حصل؟ رصيدي نفذ، صوتت عليه، طلعوا نصابين ولاد التشيت. ولاد الايه؟ التشيت. التشيت دي شتمه جديده؟ لا العيال السيس كده يعني، بدل ما يشتموا يقولوا تشيت. طيب كملي يا بنت منطعك. طلعوا كاميرا مستخبيه. بقى كده طلعوا مقلب وتشقلب اتقلبت فيه ايه وتزحلق. خلاص خلاص ما تزعقيش ما تزعقيش. خدني في حنانك، خدني يا سعدة. بتخني مع بنت المنطعي؟ نعم. ما تفهمينيش غلط يا قصدي 20 يعني. نعم بتستنطعني يا سعيد مع بنت المنطعي؟ حبيبتي. حبيبتي ايه؟ اصطبي عندك. يعني ايه بيستنطعك مع في ايه؟ ايه اللي فيه ايه؟ انا مراته، طلقني طلقه واحده يعني، انا دلوقتي متعلقه واقفه على السلم برقص. خلاص هنبدعني. عندها حق، انا طلقتها طلقه واحده، فضلها طلقتين وتاخد استماره سته كده يا سعيد. طب طلقني. اطلقها. طلقني يا سعيد، طلقني. اطلقها اطلقها اطلقها. داخله تغني لك شيرين، حبه حبه هتغني لك انغام وتبقى اصاله. يلا طلق. صوتك صوتك بيخرق دماغك. معلش يا ماما، معلش يا حبيبتي، خلصتي علبه المناديل ولا يهمك. هرفع لك عليه قضيه واجيب لك الحق والمستحق، ولا تلاقي سكه المحاكم دي انا دهسها قبل كده. هجيب لك حكم في 6 شهور. هطلقك يعني؟ هطلقك يا ماما. سناء ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ احنا ما عندناش بنات تتطلق. انا بقول لك اهو، انا لا يمكن اعيش معاه تحت سقف واحد ابدا ابدا. خلاص يا ماما، لو المشكله في السقف نشيل لك السقف. طيب ارجع له بكيس الفاكهه وال 50 جنيه. بمناسبه ال 50 جنيه هي لسه معاكي ولا صرفتيها؟ هبديها لك، تبان عليها ذوق.
معلش يا ماما معلش، ما يعني نستحمل برضو، ما احنا لازم نسمع وجهة نظره يا ماما، يعني لازم برضو الراجل يبقى له، يعني هي قالت وجهة نظرها هو يقول وجهة نظره ونديله فرصة تالتة. فرصة تالتة ورابعة ايه؟ هي ماما حقل تجارب؟ ماما دي ست الستات يا حبيبي، وحجوزها سيد سيده. بس 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 ما تتمتعيش قوي كده وتتفردي وتتني يا حبيبتي، لم الدور خلي الطبق مستور. الم الدور ليه يا حبيبتي وانا امي معيوبه ولا معيوبه؟ بقول لك انا مش هرد عليكي، بس احتراما لهذه اللحظات الدراميه في اسره مليئه بالمطلقات. مليئه بالمطلقات؟ ما حدش ضامن نفسه يا حبيبتي، والهم طايلني وطايل اختك. بس 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 بابا بيكلم. يا بابا يا بابا الله يسلمك. ايه اللي انت عملته ده يا بابا؟ يعني معقوله؟ معقوله يا بابا؟ يعني ما تصرفتش ليه يا بابا؟ يعني مثلا كنت خبيها ارميها من البلكونه؟ صح انت في الدور الاول. طيب ما ايه اقول للماما ايه؟ لا ما افتكرش هتوافق يعني يا بابا. لا مش معقول. ماشي هعمل اللي عليا واقول لها. ماشي سلام. سلام يا بابا سلام. ايه قال لك ايه الخاين الغشاش ده؟ بيقول ان هو رجع سلوى منطعي، ولو عايزه ترجع البيت تقعدي معاهم يعني، لا اما يطلقك. الخاين الواطي هنا عليه حب 50 سنة. بقول لك ايه، طلعني منه طلعني منه. بقول بقول ماما ايه في ايه؟ ماما ماما ممتاز ممتاز ممتاز. يعني انا عايز اعرف حاجه، انت ما لقيتش غير الدكتور ممتاز ده تجيبه لنا يا عادل؟ بس يعني ده عبقري، ده فظيع. لحظه لحظه عايز اركز. لا لحظه، ممتاز ممتاز حضرتك. بس طمنا ايه الاخبار؟ مش ممكن. معجزه، حالة لم تحدث في تاريخ الطب. دي لازم تدرس في الطب من أول جديد، من سنة أولى. حضرتك ماما عايزها تدرس في الطب يعني؟ معقولة يعني؟ ألف مبروك لماما. الله يبارك فيك مبدئيا، بس في إيه؟ أنا مش فاهم حاجة حضرتك. سيبني سيبني سيبيني شوية بس، عايز أعيش مع مع الأشعة دي، أعيش معها شوية وأركز معاها، وبعدين هحكي لك كل حاجة أنت والأستاذة اللي معاك دي. ثانية واحدة. ممتاز. بقول لحضرتك إيه، هي مش دي الأشعة فوق البنفسجية للصوتيات والمرئيات؟ احنا اسفين جدا. مفيش أسف، مصرة انها تفصلني عن الأشعة دي، حالة لم تحدث في تاريخ المهني، انا عايش معاها جوه. طب حضرتك عايشني معاك يعني ايه؟ خير ماما؟ عندها ايه؟ ماما حامل. ماما حامل ازاي؟ ماما حامل في توأم. ماما مين اللي حامل؟ توأم فين؟ فين حضرتك؟ حضرتك بتكذب، فين التوأم؟ الأشعة ايه؟ أنا ما أكذبش، أنا لا أكذب ولا أتجمل. بص شايف النقطة البيضة اللي فوق دي؟ أيوه دي أخوك، أبيضاني وحلو أهو. شبهي شبهي، هو حد شايف الأشعة نفسها؟ حضرتك أنت كذبت عليا دلوقتي، أنت بتقول توأم وبتقول أدي أخوك، هو فين بقى التاني؟ أهو النقطة السوداء اللي فوق الناحية التانية دي خالص أخوك التاني، بس بدينا قفاه، واحد أبيض واحد أسود. إيه ده؟ إيه الروعة اللي فيها أمك دي؟ إيه التعدد الألواني ده؟ باباك شكله إيه؟ قمحي. والله عملتيها يا إنعام. لا وإيه؟ توأم. عقبالك يا مجيدة، بس يكون في شهر 5، الساعة 5 يوم 5. شوقتيني بجد يا إنعام، شوقتيني. أنا نفسي بقى أبقى حاملة وأشوف الشكل كده. إيه في إيه؟ هو إحنا ناقصين عيال؟ هنفتح حضانة في إيه يا جماعة؟ زعلان يا عادل يكون عندك أخين ويملوا البيت؟ هو البيت ناقص يتملي يا ماما، البيت أساسا اشتكى لك. خلاص يا ماما، أنا فرحانة لك قوي 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 يا تيت. يا رب أخيرا هيكون عندي عمين صغننين كده، هتسميهم إيه؟ محمد وعبد المنصف. لا 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 لا، يعني بصي ما مش عايز التحيز لاختيار الاسامي، انا بفكر ان احنا نسميهم مثلا هادي وفادي ويلعبوا في النادي. يا اخويا الاسماء البلدي دي، المهم يعني محدش يجيب سيره التوأمين دول عشان الحاجات دي بتتنذر. محدش يجيب سيره الحمل دي خالص يا جماعه، انا مش عايز مشاكل. لا ليه بقى؟ ليه يا عادل؟ هو عيب ولا عيب؟ عيب، قصدي يعني مش عيب ولا حاجه، بس محدش يجيب موضوع الحمل ده خالص، فاهمين؟ هو في ايه
يا عادل؟ انت حبيبي المفروض تفرح ان انت هيبقى عندك اخوات وسند وعزوه وظهر وعمود فقري. انا عمود الفقري اتقطم لوحده اساسا يا جماعه. الموضوع ده لو سمع انا هتبقى سمعتي مهببه في وسط المكان كله. انا سمعتي اهم حاجه وشغلي اهم حاجه، ما حدش يجيب سيره الحمل دي خالص. فاهمين؟ فاهمين. صاحبي السلام عليكم. وعليكم السلام. ألف مبروك يا أستاذ، احنا سمعنا ان امك حامل وفتعوها. ربك عايزك يا أستاذ، ما تنسناش بقى في السبع والرز بلبن. وما تنسناش في الحمص والكسكسي والملبس عشان تتدبس. واهم حاجة يا أستاذ عادل، بعد امك ما تخلف التوأم تسمي منهم واحد حتة والتاني رمز. ولا هم عرفوا منين ان ماما حامل يا مني؟ انا دولة طبعا، امال ايه؟ وانت عرفت منين؟ من نقنق. ما اصل احنا عاملين اتفاقيه خبص مشترك، هي بقى تقولي على كل حاجه في البيت وانا بقى اقولها على كل حاجه اللي بتحصل في البازار. وعنك كمان يا دولة. ماشي ماشي، اما بردتك انت وزفت نقنق دي يا استاذ عادل. دلوقتي احنا مش وقت محادثات، احنا نروح نجيب الشربات والغربال عشان النونو التوينز اللي جايين في السكه يا استاذ عادل. ربنا يقومك بالسلامه يا رب يا مرات عمي. امين. يا رب يخلي لك يا دولة اخواتك اللي جايين في السكه. امين. يا رب تعمل لنا في السبوع بدل الفشار كوكتيل. بس خلاص خلاص خلاص، مش ناقص فضايح، مش ناقص فضايح. لا لا لسه ناقص فضحتين، قصدي دعوتين، وبعد كده هخلص يا دول. كلمة تانية وهفجر دماغك يا رمزي. يا استاذ عادل، احنا هنحزن العيال الصغيرة، دول نقولنا لسه جايين في السكة، وبعدين الست انعام امك تستاهل كل توأم السعادة. هو عارف اسم ماما منين؟ مني يا دولة؟ ما دي تفاصيل لازم اقولها. ماشي ماشي، فضحتني في القهوة يا كلب، فضحتني. مش القهوة بس يا دولة، لا، ده عند بقى اصحاب البازارات ومحلات الكشري ومحلات العصير والبائعة الجائلين. بائعة الجائلين. ماشي، ماشي. ربنا يمتعك بالسلامة يا رب يا مرات عمي. امين. ربنا خلصني منك يا رمزي. امين. ايوه هو، بص الواد ده مناخيره مقلقسه كده زي القلقاسه، وودانه متنقره وقرطه باظه. شش عادل. ازاي يا ابني؟ ازاي يا بابا؟ مش مساله ازاي، مساله ربنا اراد والحمد لله ماما حامل وفتوأم يا ابني. ايوه انا عارف، بس ازاي؟ ازاي بابا؟ انت عاشر مره تسال حكايه ازاي دي. انت هتعد عليا في ايه؟ بقولك ازاي. مش بعد عليك يا بابا. يا بابا التوأم اللي ماما حامل فيهم دول اذا اثبتوا حاجه هيثبتوا ايه؟ ان ماما ما زالت بتحبك حتى لو بعد 40 ولا 50 سنه ما زالت بتحبك. بقولك ايه اللي ما زالت بتحبك؟ انا اللي بحب الراجل ده واساله، امال مين اللي بيحط له اللوبيا والفاصوليا والرز مع قطع اللحمه دي سلطه؟ والله الراجل ده هيعيش مع الست دي، والست دي هتعيش مع الراجل ده. ماشي. انا بس عندي سؤال واحد يا ابني. اتفضل. ازاي؟ ازاي؟ انا بناشد فيك روح الابوه. الولاد دول محتاجين لاب، محتاجين لما يطلعوا للنور يلاقوا ابوهم يقولوا له بابا يقول لهم نعم، محتاجين ان ابوهم يبقى موجود معاهم ويربيهم على الاقل 20 30 40 سنه. لا، يتربوا في عزك انت، انت ربيهم. الراجل ده هيربي الست دي عشان الست دي ناقصه تربيه. ايوه. خير يا دكتور شلتوت؟ حضرتك قلت عايزني في موضوع مهم جدا، ممكن اعرف ايه هو الموضوع؟ انا خلاص بقت فضيحتي بجلاجل، طول ما انا ماشي في الشارع اخد توينز راح اخد توينز جي. خير يا دكتور؟ اتفضل. انا طلع عيني على معرفتي عنوانك، قعدت ادور في كل حته لغايه اما عرفت البازار وجيت جري على ملا وشي. يعني انا عايزك تمسك اعصابك. انا بعمل مقدمه للموضوع لان الموضوع حساس. ما تخش في الموضوع على طول يا عم، خش في الموضوع ومن غير دكتور، خش على طول في الموضوع عشان بص انا مش ناقص، انا يعني بص اخلاقي اساسا في مناخيري. اتفضل. هقول لك، انا حياتي الطبيه والمهنيه مبعصره، ملابسي مبعصره، عيادتي مباصر، شهري مباصر. انت جايلي عشان احلق لك وانا احلق حضرتك؟ انا عندي بازار. انا هخش في الموضوع. يا ريت حضرتك خش. ايه محتاج تخبط؟ اتفضل اتفضل خش اتفضل. الاشعه اللي انا وريتها لك، وريت فيها الاخ الابيض والاسود، مش بتاعت الست والدتك، امك مش حامل. ايه ده؟ امال امك انت اللي حامل؟
هريد الفص دي الاشعه بتاعت مراته، هريد الفص ده بتاع محلات عصير، هريد الفص اللي انا بشرب عنده ببلاش، مراته هي اللي حامل، هجيب ولد اسود ولد ابيض، وكانوا متصورين سيلفي في الاشعه. فانا اسف، انا اقول لك مامتك مش حامل وما تزعلش مني. هتشوف انت فرحان جدا، انت بتعيط ليه؟ يعني ماما مش حامل؟ يا ومرات الفصل ايه اللي حامل؟ ايوه يعني ماما ما فيهاش بيبي؟ ايوه ما فيهاش بيبي. ما فيهاش بيبي. ما فيهاش بيبي. ما فيهاش بيبي. لا 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 ل